عوائل وناس المهم عالم بشرية هاي هالها بالصحراء مغتربين ناس جاي مع عوائلها هذا الصحراء الآن تايهين بالصحراء الأمة كلها وهذا الأمة كلها ضايعة في الصحراء وهذا كان مغرزها هناك هذاك مغرزها عوالم عوالم ها هذه عوائلها فوق السيارات في الشبك لا حول ولا قوة إلا بالله وين الدولة وين العالم هذه السيارات في الصحراء ضايعة لأنهم سكروا الخط وسكروا الخروج من مارب الآن كلها العالم كلها الآن ما شاء الله على كف الرحمن يمين يسار يمين يسار لا ما يخرجوا إن تخرجوا تخرجوا ما تخرجوش وايش يسووا؟ هذا الحين الصحراء هذه ما احنا عارفين ان عاد خرجنا، ام بتوصلنا ما احنا عارفين. يوم الشهادة. هذا يوم الشهادة، هذا يسموه خطوط الموت، خطوط خط الموت. أمه بتموت في الصحاري. مشينا أمس ينذق لها أمه، ناس مثلها عطش، وناس مثلها جوع، وناس مثلها المهم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كنا نلقاهم في الطريق ما عبش بيده بصحة ما يشرب قد الصحة فاضية وهم ميت في الصحة بشويش 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 احنا الان مع الشيخ وليد الريمي في صحراء الجوبة احنا وابن حسن عبد الله الله يخرجنا وعبد الواحد يا رسول الله يلا عين يلا عين يلا عين ودفنا خلقنا مع الدين Allah'a emanet olun.